بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام الجميع وقيام الجميع وصلاة الجميع بالخير، بالأجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في عن شهر رمضان المبارك أحاديث كثيرة جدا، ولكن سنختصر منها اليوم على واحد يكون إن شاء الله فيه أكثر ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان في هذه العبادة العظيمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي نفس الحديث الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة أخرى. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نؤكد أولا أيها الأخوة الكرام على معاني هذه الكلمات النورانية في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى المغفرة ومعنى الإيمان ومعنى الاحتساب. قبل كل شيء نذكر قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبين للمسلم وللمسلمة الذي آمن بالله عز وجل وسلم نفسه لله سبحانه وتعالى أنه موعود بالمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة. ما معنى المغفرة؟ مغفرة الذنب معناها أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، لا يحاسب عليه. ومعنى مغفرة الذنب تغطيته ومحوه. ومعنى محو الذنوب هو أن الإنسان سيعود مخلوقا آخر. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا في القرآن العظيم: وخلقناكم أطوارا طورا من بعد طور. الإنسان في بطن أمه كان في عالم الغيب قبل أن ينزل إلى بطن أمه، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم تكسى العظام، ثم تنفخ فيه الروح، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا أصبح مخلوقا آخر، لم يبقى جمادا كما كان من قبل، لما أصبح شيئا آخر. يخرج إلى الدنيا خلقا آخر، يصل إلى سن البلوغ والتمييز خلقا آخر، ويؤمن بالله عز وجل يكون قد وصل إلى نهاية الطور الذي به يكون فعلا قد استحق خلافة الله عز وجل في الأرض وسعادة الدنيا والآخرة. إيمان الإنسان أيها الإخوة الكرام هو أن الإنسان قد انتقل من طور الجاهلية والعمى والضلال إلى طور النور والإيمان لما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كل ذلك يجعل الإنسان ينتقل فعلا ويتحول إلى إنسان آخر. وصدق الله العظيم: ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا مغفرة الذنوب، لو علم الإنسان ماذا تفعل الذنوب به لصارع فعلا إلى كل شيء يساعد على محو تلك الذنوب. الذنوب هي التي تمرض الإنسان، تمرض جسمه ونفسيته وعقله وروحه، وتعده هذه الذنوب تعده والعياذ بالله لعذاب جهنم بعد عذاب القبر، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا
ويستعيذ أعوذ الله من أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذا الإنسان الذي ارتكبته الذنوب والمعاصي وأحاطت به خطيئته قيدته رب سبحانه وتعالى من رحمته، لأنه من أسماء سبحانه وتعالى أنه الغفور والغفار وغافر الذنب، يعني الذي يمحوه، لا يمكن أن يمحو الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يوجد أحد يستطيع أبدا. يمكن الإنسان أن يمرض ويستطيع بعض الأطباء أن يداووه، لكن محو الذنوب هذا بخاص بالله عز وجل. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا في صفات المؤمنين الذين صدقوا بالله عز وجل واتبعوا طريقه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا قول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناها أيها الأخوة الكرام أيها الأخوة الكريمات، عندما يكون صومك صحيحا على حسب القوانين الإسلامية وعلى حسب الشرع الإسلامي كما تسمعه من علماء المساجد ولا تسمعه من أماكن أخرى من غير علماء المساجد، إذن يا رب سبحانه وتعالى قد وعدك بأنك ستبرأ من أمراض قد لا تظهر للعينين وقد لا يحس بها الإنسان، والعلماء يقولون لا يحس بها كما لا يحس الميت بألم الضرب، لكن يحس الجسم المشلول بالألم، ولكن عندما يتعرض الإنسان لمغفرة الله عز وجل عندما يتبع طريقه. إذا صيامك لشهر رمضان كما عارف في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ تصديقا لا يقبل الشك بأن الأمر من الله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه الذي أمرك في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا. شوف التكريم العظيم عندما يخاطبك الله عز وجل ملك السماوات والأرض لأنك من الذين آمنوا، يقول لك يا أيها الإنسان أنت فلان كتب عليكم الصيام، فرض عليك الصيام كما كان مفروضا على الذين من قبلنا لتصل إلى مرحلة التقوى. ما هي التقوى باختصار؟ ونعيد إن شاء الله بالتفصيل في دروس أخرى. التقوى باختصار هي التصريح بدخول الجنة باختصار. يقول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، معنى أعدت أنها موجودة تنتظر، وليس بين المؤمن وبين هذه الجنة إلا أن يموت، إلا بعد أن يتخلص من هذا الطين الذي يعيش فيه الذي يسميه الجسم، لأنه سيعود إلى التراب مرة أخرى. إذا رب سبحانه وتعالى يقول الجنة معدة موجودة للمتقين، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام تأتي تفاصيله في دروس أخرى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة مفروضة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. إذن الموت ليس فناء أيها الإخوة الكرام، وإنما هو انتقال، انتقلت من هذه الدنيا بهمها وغمها وكربها وأمراضها وكل ما فيها تنتقل إلى الحياة الأبدية التي ليس فيها إلا النعيم المقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. بقي أيضا كلمة احتسابا، أنك متيقن من أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الذي خلقنا وهو سبحانه وتعالى الذي وعدنا وهو يخلف الميعاد. إذا إيمانا واحتسابا تصديقا بأن الأمر من الله سبحانه وتعالى وانتظارا للأجر أولا في الدنيا قبل الآخرة. تقبل الله صلاة الجميع وصيام الجميع وقيام الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.